محمد المدني أحد المهتمين بتربية واقتناء الطيور بمختلف أنواعها. أخذت هذه الهواية منه الكثير من الجهد، لكن هذا لا يعني له شيئا مقابل ما يشعر به من السعادة حين يكون مع الطيور التي يقتنيها ويهتم بها. بدايتي كان عمري 13 سنة تقريبا في المجال هذا، أخذت هواية الطيور هذه من أجدادي والوالد، وبدأت يعني أفتح المجال هذا لي أنا، وفيها مكسب وفيها خسارة، والحمد لله يعني هذه هواية على قد ما كنا ننقطع منها على قد ما كنا نرجع لأكثر من أول. يعكس هذا المكان الذي يعتبر أكبر تجمع لبيع وشراء الطيور والحيوانات الأليفة في مدينة جدة ميول شريحة من السعوديين تتنامى لديهم ثقافة اقتناء الحيوانات وتربيتها. سوق الحمام هذا من أيام ما كان في شارع فلسطين، يعني صارت عادة عند الناس، منا تبيع وتشتري، منا تجي تتمشى. السوق طبعا هو يعني أساسه يوم الجمعة، وكل محتاجاتك في 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 مجال الطيور تلقاه موجود يوم الجمعة. بين أرجاء السوق وما يجري فيه من تعاملات يتضح مدى اهتمام البعض بهذه الهواية التي أصبحت في الوقت نفسه مصدرا للدخل وفتح مجال واسع للبيع والشراء والمتاجرة عن طريق الاستيراد والتصدير لهذه الأنواع من الحيوانات والطيور. وقت الطيور طال عمرك إن يجي من أي مكان بعيد ولا قريب، من شان أشتري منها طال عمرك في أي منطقة. أنا أروح كمان أي منطقة، أروح الطائف، أروح المدينة، أروح الرياض، أروح أتابع الطيور هذه. والله الطيور طبعا هذه إحنا نهوى الطيور من صغرنا، وإحنا تعودنا عليها وإحنا صغار، واليوم هذا من الأيام اللي ما شاء الله يتجمعوا فيها جميع أنواع الطيور، وفيها بيع وفيها بركة في هذا السوق. وإن كان أساسه الهواية لدى بعض الأشخاص، لكنه يمثل أيضا نموذجا ناجحا للمشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل ومصادر دخل لمئات الأشخاص. رغم بساطة هذا المكان، إلا أنه يعتبر أكبر تجمع في جدة لمزادات الطيور والحيوانات الأليفة التي قد لا يصدق البعض أنها تباع وتشترى في هذا السوق، تجارة تعكس تنامي ثقافة اقتناء الحيوانات بين السعوديين وما يتبع ذلك من دورة اقتصادية أطرافها الراغبون في الاقتناء والتجارة والتربية. عبد الله يحيى، سكاي نيوز عربية، جدة.